بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. شيخ سائل كان وحاولي هاي سيديبا أنكر وقادي كرا خشوع دا قلبي. بارك الله فيكم، أفيدونا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خشوع دوحاي كمتاي صفات كونك سنة إلى أي سبحانه وتعالى وكواماني الدوميز قارهان صلاة الدحديدة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إلى يوحد وحى اللي باني كوا مؤمنين تا الصلاة دمركا يكتيران خشوعة. خشوع دمعنى دو وحى ويقف كوينو الدريمة معانك إيمانك، وإنو قلبك يسو نغضى منكسر أمام الله إلهي سبحانه وتعالى. مركو ورتاقا ياهي أمركو دقيسنا يا هذا الكيسة ما آخرين أيو إنو قلبك يسو إلهي أدلوبه وإلهي سبحانه وتعالى وخشوعه. خشوعه واقفك قلبي قيسو إنو كحصل خيرك وكدقه ومعانسده. صلاة وحاي كمتهاي أما بالله رنكرا وعباداتك قفك بني آدم كاي تركيسا وكسما يا عبادة أوين وانا عبادة أفضل بدن سرسولك عليه الصلاة والسلام حديث بدن وكت المامي شيطان كوحا وكد داليا صلاة دا قيمة هيدا هي معان كيدا هي صفات كيدا وانا اكسنينو كلاد دقا اللامو الدومها إلهي ساسيا وقال قفكو مركو صلاة دقا لو ايا وحا وكفر ايا وسواس وكاقا مشقولين ايا الصلاة ديس يدوغا الشدا يوفير سشدا وحانو ليا هيا وحانو آخرين ايا معنيهيس. وحمرك قفك مسلم كان لقدبون إنه كده ده لخشوع ده صلاة ده دحديدة ويسكد دفاع ويرر كشيطان كحقي سكاكي منية. خشوع ده صلاة ده دحديدة وواجب وقفك هدانو صلاة ده دحديدة خشوع إنبا إن يريا إنبا دانتونا قفك سوحو كتك واجب كمي ده واجبات كي صلاة ده وحانو نقونا يا قف دنبابي وإلهي سبحانه وتعالى عاسيه. وحاو الدليل خشوع دون واجب تاهي قولك إلهي سبحانه وتعالى أويره واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إلهي وحد وحد كالمي ستان صبرك يا صلاة وحو ربي تلمامي صلاة دون كوا دك تاهي كوا خاشعين تا عدانا هين قف كستون صلاة دحل دا خشوعين صلاة دوينة بير كتها ويكوها دك تابو إلهي تلمامة وحيا يدو تلمامة ساعة خشوع لان تصلاة دحيد وقفكو آنو خشوعيني إنه تهي سفحن وإلهي وكدل يعيدكو سفايسا إلهينا سبحانه وتعالى الدوماها كمرد لعييو كتاقيتان كوحن واجبهين وركا خشوع لان تمرها دو إلهي وكدل يعيي إنه شيء واجب وخشوع دي كتاقين آيات القرآن كي تلمامسا آيات كلين وآخرين إلهي وحيري قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون كوا مؤمنين تي الصلاة دحيد خشوعيا وحي هل ينبو إلهي سبحانه وتعالى تلمامي وحي ربي ولي سبحانه وتعالى أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون كوا صفات كإيمانك يخشوع دعوه الرئيس له وكوا فردوس نحلاية يقع أيانا كوارية وحياة القرآن كان لقى فهمي قفك أن خشوع لهيني إن أنو إساقو هلهين أبا المرين تاه وأن حلك فردوس تاسين وحياة المامي سا إنو قفك كتغي واجب واجبات كي صلاة دا كمي دا هدي أنو صلاة دا دحلي دا خشوعين وحا خشوع دا قفك وصوابي كراه قودهان مركا لقيمة يلا بقى الرموت إنو كده دا لو حيابا خشوع دا كردية إيهنو كده دا لو إسكا إلاليو وحيابا خشوع لآن تبدايه
وحيابها خشوع ذا قفك الصواب وقلنا قنك روحا كمدة إنو قفك صلاة دا مركو رؤوسو ديار قروبة وقوري قيسة وكسو ويسيستو وقوري قيسة وكسو نييستو إنو مساجد كتاق ييسو صلاة مويانا وحكا لانو تقاين إنتاو صعدو إنو إلهي سبحانه وتعالى حصو وحيابها مركا عبث كيان معناها اللهين سافروا اللي سنح قليو أما اللتشتشبيو أما الضيموت كفراها بضن وينو اسكيل عليو مساجد كمركا ويمادو انتانو مساجد كيما سيد دقن وينو اسو صعدو وحيابها الدالين كريحي تنكرا وينو اسكر دورو اسكيل عليو سورة رسولك عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة والوقار صلاة دمر كادي من إنسان إذن كو أرد إياها إيماننا إذن كو صعون أيها الطلاب سنة يماد مركات صلاة دكو صو صعوتان نسيد دقن وحسين لوني كتير تو صعودا مساجد كمركو يمادو وينو إلالي آدابتي مساجد وينو لوك تمدك الرئيسي مركو قليو إنو آخرية دعاء مساجد كاللوك قلو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك يدعوينك كلالا متكعة مساجد كأنتو كتيرو صلاة السوغيو وإنو أغادو إنو لم يدي يقف صلاة كنا يوكالي فعل هذا الحن يعيار يدل دل لما انتد وإنو اسكيل عليو صلاة دمرك وقفك قلو وإن وكتلق قلو صلاة دا صلاة كدن بيسينا نتوكنهين وحال كيس وائل الرغضس لو يرى رسولك عليه الصلاة والسلام صلوا صلاة مودع وحاتك تانميدا دويا سقوتي ايا وكتقا ايا صلاة دي وكالي صلاة دا نحن اذا قفك وائل وقيري دا كحصوصت رسولك عليه الصلاة والسلام وحيري اذكر الموت في الصلاة فإن الرجل إذا ذكره في الصلاة يحسن صلاته صلاة دحلة الجيرة كحصوصة إن عندما نسوا الدنيا كتجيس ولا جاك حين يو وهاي إنكو صلاة سوا كتير هادو الجيرة حصوصة صلاة سايو وناتينا يا حق قلبك يا حق أنت المقتبع حديث كشيخ الألباني سلسلة الحديث الصحيحة يوكو قرأ وهاي نوقف كوفير صدا قرآن كان وآخرين يمعنيس وأنا عرب كقرأ كآخرين قلبك أنا وكآخريه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بور الله سبحانه وتعالى وعلاية عنان تيود لعيي كو قرآن كآخرين يا إمعني سانو في رسانهين ساسو كلاد كارت فاتح هذا مركو آخرين أيو كلمة والبن معنى هيدا وإنو قلبي يكسو حاضري مركاسو نقون كراقف خشوع سن الله أكبر مركو لي الله أكبر معنى هيدا وإنو في رسانه مركو الركوع سي سبحان ربي العظيم معنى هيدا مركو الركوع لك صوت وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد معنى آيت سنيس مركو سجود سبحان ربي الأعلى معنى هيدا مركو التحيات صنية كالمداء التحيات كمد ولب معنى حنبار صنت وينو في رصد مركو سوقفك نقن كراقف خشوع سن وقلبك يسو خشوع سيح وحا مضلوب كيل الربان وخشوع لقلبك وهذا يقف كيدو قلبك سؤال خشوع سنين ويسكتيو ويسكخشوعيو وتشيجي سيو قربيه سيو خشوع كموتيو تاسوا خشوع دا نفاق وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إياكم وخشوع النفاق وحن إذن كدق يا خشوع دا نفاق كلسا وحلقوا رواه محي خشوع النفاق وعن يخشع بدنه ولا يخشع قلبه وينقف كتركيس ومقدم من خشوع سن يدو قلبك سن خشوع سنين وحيابا خشوع لك وكالمين كروحا كمدا مركنا تكنيسو إلهي إلا دور تاقنتاي وربي آد الله هذا ليسو وإلهي آدو جوابيسو وين آد حسوسناتو وحي رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي وحي يري قسمت الصلاة بيني وبين عبدي صلاة دوحان قيبيي أنيقا يا أدوان كيك فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي
أدون كمركو يرى الحمد لله رب العالمين إلى يوحورنا يا أدون كيجي وي أماني. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي مركو الرحمن الرحيم أدون كوأخريا إلى يوحورنا يا أدون كيجي أمانت يا أماني يبكو علي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي مالك يوم الدين مركو أخريو إلى وحورنا يا أدون كيجي وحو فربديي أو كسيع العليا أمانت يا أماني مركاس وسؤاشة أما جوابتا يا هذا الكا إلهي يا أدون كنحمر عيا مركا كورا إلهي سبحانه وتعالى هداد كتشيسته قلبي قاعد كتشيسته وحالا دلعي إنو وچيقاق إلهي كتشي استادو السلاة كتشرا ورسولك كتشيقاي رفاشا الشيطان كسلاة قفك وحوكر فرايو إما حادو ملاين إسا التفات القلب هدو قلبي قاقي ميلك لأو الدايموضو وحاكم إذا أسباب تخشو عدا إن آد شيطان كإسكن نارتو مركز وساويس دارينتو شيطان خينزي بلا يراهدو أيا سلاة كتشو ويرريه وحا حصوصه شيكدي الدنيو هرتا دكير يا دو سلاة دكوشرة مركا وين الددح لنا عبدح انتا دي رد يموتو وين اترى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدو صدح جير لنا عبدح سيدي قفو حتو فايو أكلا شيدان كاسي كو مشقولين أي خشوع لك على الدقاء لما يا أي دوكا عقن قندونتا وحا خشوع لكو كالمين أي وحيابها خشوع لكاهر استاغينا تسكيل عالسو وحيابها سوحا كمدا إلى الدنيا نقطو هميقا قوين وإن الارنت نوع عصور تسكد دويسو هدي هميقا قوين ونقضى هم الدنيا وليقا الصلاة دحيدة مشقولي ميس خشوعي ميس وحانو قلبقا وكوم اقنانا يا مروالبا الدنيا دا هميقا يسوين وإن تسكيل عالسو وحيابها قلبقا مشقولين ايا waa kamid tahay mariyaha sawir kale waa kamid tahay sijaayadaha marka shagaar kale ama sawirada leh ee qofka mashquulinaya waa inaad iska ilaalisaa dhageysiga salaadaado ku dhex jira dhageysanayso dad wada hadlaya ama sheekeynaya ama muhaadareynaya ama khutbadeynaya ama quraan akhrisanaya waya ma jacala allahu lirajuli min qalbayn qofna ilaahay laba qalbi uma yeelin قلبي قاعد مقادي كرو إن الصلاة ده قابشة يين وحك لكم قنادو أو دقيستو أخيرا وقدام بين إلهي بخشوع ذا بحية وفضل من الله إلهي دمانتين باين وكبر إنه إنه خشوع ذا ينقو أرزاقه صلاة ده دحرية ده يا عبادات ككلبة والله أعلم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا شيخ سائل كان وحاولي هاي ma u banaantahay gabadhu inay u baxdo dabada iyadoo indha kuulan ama haso manaato ama yaanay soomaanine afiduna barakallahu fiik indha kuush waxa kamid tahay waxyaabaha quruxda loo isticmaalo ilaahayna subhanahu wa ta'ala wuxuu ka mamnuucay dumarka muuminaadka tabarrujka oo ay kamid tahay idhaaru ziina quruxda ilaahay uu abuuray أما قروح ذا مكتسب كان لحدا أما لا يسمريا موجين تيدا قال الله تعالى في القرآن الكريم وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى قريه إن كنا قادة دوما رو وضن يباهي إذن سارتمو يانيها بحنا مركا أدبحدان إس أسطرا قروح ذا موجيننا وهو موچنين قروح دي إن السيدة قروح وهو موچن ترين دو مركين نولا وقتك جاهلية دا وهو إسلام كار وحاكلو إلهي سبحانه وتعالى ويري دو مرك مؤمنات كايساق الله الله إياه ولا يبدين زينتهن يعني موچنين قروح دو ده وحاسوك ليس قروح دي تركة إلهي وأبوري يا قروح دا مكتصب كا يقفك بني آدم كاي تركي سوكو كرديو مريه قروح ذا بدناه بلعد الله عندها سوى شيء دناي هي قروح ذا كلا دمر كويس مريان سيدا عند كوش هي خضاب كاما حنيسجا هي وحيابها الله متكاه ما
marka ma banaana gabadha muslimada ahi inay gurigeeda ka baxdo iyadoo indha kuulan indha kuushuna ay u muuqanayso ragga iyo dadka kale ay dhex marayso hadday sidaa yeeshana waxay ka mid noqonaysaa dumarka uu rasuulku ku tilmaamay inay yihiin mumiilaatun maa'ilaat kuwa xaqa ka leexsan dadkana fitneeyo xaqa ka leexiya abaalmarintooduna ay tahay laa yadkhulna aljanna walaa yajidna riixa jannada geli maayaan udugeedana heli maayaan rabadaan hadday tahay iyo haddaanay rabadaan ahaynba arrintaasi uma bannaana rabadaan markay tahayna arrintaa dembigeedu waa sii weynaanayaa marka ilaahay dumarku ha ka baqdaan subxaana wa tacaala oo naftooda ha asturaan quruxdoodana yaanay muujinin wallaahu aclam baaraka allaahu fiik wa jazaaka allaahu khayra saa'ilkani sheekh waxa uu leeyahay diintu maxay ka qabtaa in ilmo aan dhalay oo nin hore aan u dhalay aan ugu abtiriyo ama qoladiisa iyo magaciisa aan ugu sheego nin dambe oo aan guursaday afiiduuna baaraka allaahu fiikum nasabkii abtirsiintu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha diinta islaamku a ilaalisay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala dadka ka dhigay shucuub iyo qabaa'il si ay isugu aqoonsadaan oo mid waliba qaraabadiisa ugu xidhiidhiyo oo mid waliba axkaamta sharciga ka dhalanaysa arrintaa uu ilaaliyo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi tacallamuu min ansaabikum maa tasiluu bihi arxaamakum waxaad ka barataan nasabkiin iyo abtirsiintiinna in sabab idinku noqota inaad xidhiidhisaan qaraabadiinna qofku haddaanu garanahay in ciday qaraaban yihiin arrintaa qaraabo xidhiidhinta ayaa meesha ka baxaysa oo shareecada iyo xukunkaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waajibiyey ayaa lumaaya waxa islaamku si adagu uga digay oo dembiyada waaweyn uu ku daray in qofka nasabkiisa iyo abtirsiintiisa la duro aطacnu fi الansaab ama gabay ha lagu caayo amabase hadal kaleba ha lagu caaye waxa islaamku uu ka digay qofku inuu ku abtirsado cidaan dhalin waxa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tilmaamay inay kufri tahay min alkufri an yantasiba alrajulu ilaa gayri abiih waxaa ka mid a dhaqankii iyo caadadii kufaartu ay lahaayeen oo qofka muslimkii inuu ka shabahana aanay bannaanayn inuu ninku ku abtirsado cidaan aabbihii ahayn oo yidhaahdo hebel baa i dhalay abtirsiintana isaga uu marsiiyo haddii hooyadu inankeeda ama inanteeda ay ugu abtiriso nimaan dhalin oo iyadu ay u dhaxday arrinta noocaasi waxay noqonaysaa inay ugu kaalmaysay dembigaa weyne rasuulu kufriga uu ku sheegay ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu mamnuucay inay dadku isu kaashadaan ay isku caawiyaan wax dembi iyo khalada walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan waxaana ficilka noocaasiya ka dhalanaya waxyaabo fara badan oo shareecada islaamka ku foolxun oo marka nin aan dhalin ilmihii loogu abtiriyo waxyaabaha ka dhalanaya waxaa ka mid a inuu dhaxlo xoolo aanu xaq u lahayn waxaa ka dhalanaya ikhtilaatu lansaab in nasabkii uu isdhex galo oo isku kharibmo waxaa ka dhalanaya dad aan maxram isu ahayn in maxram laysaga dhigo oo inankaasi hablihii ninkaasi uu dhalay ee gabadhani aanay u dhalin in walaal ay ka dhigtaan ama isaguba uu ka dhigto oo dabeetana meel uu kula gooni noqdo inan hablaha ka mid a amabase waxa weeyaan uu gacan qaado ama iyadoo bilaa xijaaba ay kulmaan intaasibana waa dembi iyo wax sharciga ilaahay ku foolxun marka waxyaabahaasoo dhan ayaa ka dhalanaya ma banaano arrinta noocaasi inankeedana gabadhu inay lugoyso ma aha ciddii dhashay waa inay ugu abtiriso isaga laftiisu markuu ogaado ninka loogu abtirinayaa inaanu dhalin arrintaasi niyad jabbay sabab ugu noqonaysaa waxaanay ku kallifi kartaa dembiyo kaleo foolxun inuu sameeyo wallahu aclam baaraka allaahu fiikum wa axsana allaahu ilaykum sheekh saa'ilkani wuxuu leeyahay diintu maxaa ay ka qabtaa haddii ay tinta aflaaqo igaga dhacdo waa gabadh baan u malaynayaa in aan tintii ama timahayga aan gooyo
انتو ظهري افيدونا بارك الله فيكم دمركو تماها الى حيران هدياني ضرورة كينين وما بنانا ساسيا وقيت حيرست واحد وقتش يدين الكرتان وتمام مدحاني كجتين سيدا وقيت بار رسولك عليه الصلاة والسلام وحير حج كمر وكور رميي ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير رواه أبو داود دمر كواتب كماها إن الكرتان مركي حجيان أماي عمريستان يعني دوشو دماها لا وجوبا ولا استحبابا واتبنا ما سننا رنتاسو ماها وحدو مركا واتب كواتي موذين قابيان مركا اي حجيان اماي عمريستين وحي رشاد وفضل بضان اي لاذا هاي رسولك عليه الصلاة والسلام ويري اللهم ارحم المحلقين صدح جير الى اونا حريصو رقا دكورتا مركا حجك اما عمرادا دمايستان مركا افرادنا ويري والمقصرين الى اوكوا قاب صدنا اونا حريصو حي رشاد وفضل قال الله شاقيبا دو مركا لو ديدي تانا وحي علمات ودلي شدين هديان الضرورة كينين قبردو إني دكورتا إناني بنانين وأيو أرنتاسي وحي نقونيسا إني رقا ويكاتي إسوا كيسيسي وحا كلاي شبايسا خوارجتا وقلو دا خوارجتا لدى مسلمين تحق درادا كو غاليسيا دي قودنا كو حلاشادا وحو رسول كو تلمامي سيماهم التحليق على مدودا وحا كمي دا هديا تشيرالي إني دكورتان رسول كنا عليه الصلاة والسلام لما الشيقين يسقوا دكورتي إنو حجيو أما وعمر يستمو يعني مسألة الله بعد كصافصا قابين تتماع دمر كواي قابيان دمر كواو بنان تهاي تماعو دين قابيان ويوحى مسلم صحيح سو كواريي دمر كي رسول كو عليه الصلاة والسلام مركي وقيريو دي إنو تماعو دا قابين ترين وحاسا قابين تتموه آني أوبانانين هدي صاب تتما الله قابين يا إتهاي إسوه كيسين دومر كاسا إسوه كيسين أيان دومر كقالة أما دومر كفاسقات كحمان تلقو يقانو وهي رسولك عليه الصلاة والسلام وأكدق يقفك مسلم كاهي ضدك حنحن إنو إسوه كيسيو وحانو لمن تشبه بقوم فهو منهم قفك قوم إسوه كيسيا يجا يو لحكم يوم السلادة وجاي كادي وكل حكم يه. هدي قبل دوا يوجا شدين الرجع سوا كيسي صو وتمين رجع كلا إلا صو هدي. مر كان ما بنانا ورسول كوان عذل دوم رك سوا كيسي الرجع. هدي سيدا صو كلا قبل دوا يتبرج وجا شدو. إن اتماع الجابس أي موشي صو ويكوح الرجعته مر كان وما بنانا. marka hadii sababta keentay gaabinta timo ay tahay haajo iyo baahi sida xanuunka timaha ku dhacay la sheegay oo kale gaabinta timuhuna qasdiyada iyo ujeedooyinka inu tilmaano ay ka maran tahay wax dhibi sharci ahaan kuma jira gaabintooda wallahu aalam barakallahu fiik wa jazakallahu khayra sheekh saail kan waxa uu leeyahay hadii aan ku riyoodo nabiga kaleey salaatu wa salaam isla markaana sumadihi iyo calaamadihi nabigu kaleey salaatu wa salaam u lahaan jiray aan ka arko ma oran kara nabigi kaleey salaatu wa salaam ayaan arkay haduu qofku ku riyooda nabi maxamed kaleey salaatu wa salaam isla markaana uu yaqaano sifaadka iyo tilmaamihi xagga abuure rasuulku lahaa cida uu ku riyooda waa nabi maxamed kaleey salaatu wa salaam way rasuulku wuxuu riisa bukhari sahihiisa ku wariyay من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي قفك رياضة يقو أركا أنا نو صفات كي قيله قفك سنبهان وي أرك ورسول كوحر الشيطان كوانيقا اسمك كي صوئي كي سيو واسكمك كي متلي كرو إلهي با سبحانه وتعالى تاكعليي وأود أم الله حديث قفك وانو قرانا هاين صفات كي الرسول عليه الصلاة والسلام أما بس هو كل يودي إلا قش جاء إنه رسول كي هاي لكن أن الله إن صفات كي الرسول كلها عدا سو كل يودي لقمش جاء كرا رسول ك عليه الصلاة والسلام والله أعلم.